طبعا في هنا عندنا التقادم احيانا في صفحه طبعا ثلاثه اللي هي مثلا التقادم قد يكون في موضوع حسن نيه او سوء نيه، هذه عاده نتكلم عنها في حاله الريع عاده اذا كان بين ورثه مثلا، احيانا اذا كان مثلا احد الورثه حسن نيه أو غير حسن نيه تتفاوت، قد تكون خمس او قد تكون 15 سنة. طبعا هذه متفاوته من قضيه لقضيه. طبعا في تفرقه مهمه جدا اللي هي مواعيد المرافعات طبعا مع التقادم المسقط. مواعيد المرافعات وايد مهمه طبعا، تتفاوت على حسب النوع، احيانا في مواعيد تتعلق بالخصومه نفسها، واحيانا مواعيد تتعلق في مواعيد الاحكام القضائيه. طبعا الخصومه القضيه طبعا في الحين حاليا في قانون المرافعات تعدل اعتقد 2002 تعدل، طبعا اذا شطبت القضيه مرتين تعتبر تسقط الدعوه، تعتبر كان لم تكن، هذا كان موجود كان هذا النص. فالمحامي يفترض يهتم بهذا بالدعوه، لا تشطب مره او مرتين، بكره طبعا او فتره جايه ممكن يسقط حق الموكل ويرجع عليه صاحب العلاقه. فطبعا هذا موعد وايد مهم، لا تشطب منه الدعوتين، او اذا مثلا المحكمه طلبت منه طلب معين وما نفذ قرار المحكمه، ممكن المحكمه اول مره تعطيك وقف ثم تعتبر الدعوه كان لم تكن. اليوم احنا تواجدنا في جمعيه المحامين أساس الدورة التدريبية اللي نظمتها الجمعية حق المحامين، واليوم تواجدنا في محاضرة الدكتور عدنان العبيد اللي تكلم فيها عن أشياء جدا مهمة، وهي مثل المواعيد والتقادم، مواعيد الإجراءات، فهذه وايد كانت مهمة إن احنا نعرفها بالنسبة لكل محامي يبي يترافع أمام القضاء.